يكلمك؟ أكتر من كده ناقص إيه؟ سبحان الله، أنت ما راكيش حاجة غير المنارة. أنت تشتغل هنا؟ وأنت مالك؟ هل هتعرف أنا ماشي؟ بونجور يا فطاح. اهلا اهلا باحلى بنت في الدنيا كلها. ايه ايه يا امو مالك مجوزه كده ليه؟ اصل في واحد موظف عندك في الشركه نرفزني. يقدر وهو في واحد يبقى عنده نظر وينرفز واحده عصفور اموره زيك انت؟ لازم ترفضه يا بابا، لازم ترفضه. يعني مش هعرف اخد حقي يا بابا؟ من ايه الحركات؟ انا شايف انك متنرفزه من حاجه تانيه. حاجه ايه بقى؟ جايز عاوزة تروح اسكندرية والدكتور فتح الله مش موافق. انا عايز اعرف هو بيديني اوامر ليه؟ عشان خطيبك. انا موافقش على الخطوبة ومش هوافق. ايوه ادخل. سيادتك كنت بتسأل على باشمهندس احمد، تواصل يا فندم. طيب متشكر. باشمهندس احمد تعال لي شوية. جالك كلامي؟ طب وديني لكم مش الفتح. ايه ده يا بابا؟ دي كارثه من الكوارث، فجعه من الفواجع، يعني مصيبه هتخلي كيان الشركه من فوق لتحت من تحت لفوق. طب وايه يعني؟ ويعني ازاي تصوري ان انا ظبطت المجله دي مع واحد من الموظفين بتوعي؟ طب وايه يعني يا بابا؟ بقول لك انا قفشتها في ايد واحد من الموظفين، تقولي لي ايه يعني؟ انا في شركتي تدخل مجلات فيها صور فاتحه بالشكل ده؟ يا ضيعتي دخلها. يا سعاده البيت. ايه؟ هو انا لافندي اي زول بيبصبص الستات؟ بقى اسمع ما اقول لك، انت من ساعه ما دخلت باب العماره ولسانك يطول وانا اقول معلش واحده ست، انما كمان جايه تشتكي لمدير الشركه، اسمحي لي اقول لك قللت الذوق. امانك قليل الادب. ارجوك احترم المكتب اللي انت فيه احسن لسان يطول عن كده بقى. شايف؟ كده كده. ده انا بكتشف فيكم مواهب كانت خافيه عليا. اصل سعادتك ما تعرفش ايه اللي حصل ايه. طب يمكن بقى تسمحوا لي ان اتكلم من نفسي شويه. حضرته الاستاذ احمد كبير المهندسين في الشركه بتاعتي. ويعني؟ وحضرتها الانسه ناهد شوكت كبيره المهرجات في الشله بتاعتي. ويعني؟ حضرتك بتقول لي ناهد شوكت؟ اه. يعني تبقى بنت سعادتك؟ امال انا كبرت قبل الاوان ليه؟ اخس عليك يا بابا. طب باي باي بقى. كبير المهندسين. المجله هات المجله هنا. لما تبقى تيجي البيت هبقى سلفلك. باي باي. أنا آسف. دول بقى انهم سلاطين لبن، اعملي لها شاي ولا حاجه سخنه. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيتيني والنبي يا ستي. انفع يا سعديه. تنفعي زي القمر. اسكتي يا سعديه، انا ما عملت لهم شويه ملوخيه جنان. ازغرط ازغرط والنبي، دول كانوا هياكلوا صباحهم وراحه. وروحوا على المستشفى يا ستي.